كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. صراحة ككل الأطر العاملة في مستشفى الإقليمي سيدي إفني تلقينا بصدمة خبر وفاة طبيب مختبر سين مسعودي. صراحة أنا كمعرفتي به شخصية رغم يعني التحاقي القصير، يعني أنا نوفيل مؤفكت هنا في المستشفى، إنسان خدوم خلوق، إنسان كيعرف فقط العمل، دائما ديسبونيبل، انسان مثلا انا شخصيا مثلا كان عندي مع علاقه في كل ما هو معدات ديال لابوراتوار، انسان يعني ديما 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 الرقم ديالو مفتوح، ديما الباب ديالو مفتوح، يعني كيتعاون مع الشباب، يعني انسان كيحب المهنه ديالو. يعني صراحه احنا ضعنا في هذا السيد، وماشي غير الاسره ديالو اللي ضاعت فيه، احنا كاملين ضعنا في هذا السيد هذا. واش غنقول لك صراحة، ما صعيب والأسرة ديالو انها ماشي هي اللي ضاعت فيه، راه ضاع فيه المغرب، ضاع فيه ضعنا فيه حنا كمدينة كبيولوجيست بديك الكفاءة. امتى غتصوبو؟ خصك واحد 12 عام اخرى، شحال خصك ديال الجهد، شحال خصك هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.